معنا الدكتورة ليلى المشداني، مشاركة في فعالية الملتقى الدولي لطب الأسنان التجميلي، وهي أخصائية في الصيدلة والطب البديل. أهلا بكم أستاذة. أهلا فيك، شكرا جزيلا. نعم دكتورة، أنت مشاركة ضمن فعاليات الطب الأسنان التجميلي، سيتحدث المشاركون عن علاج اللثة، عن البوتوكس، عن الليزر وما إلى ذلك. ما هي المشاركة التي ستقدمينها ضمن هذه الفعاليات؟ أنا إن شاء الله أشارك بالبوتوكس وعلاج الترميم البشرة ومزيل تجاعيد البشرة. البوتوكس يتضمن عن مواد طبيعية، والمزيل التجاعيد مواد طبيعية، وأنا أشتغل مواد طبيعية. وأنا عضو برابطة العلماء المخترعين العرب. أنا ليلى قاسم حين المشهداني. هل تعتقدون أن الطب البديل والعلاج بالأعشاب الطبيعية يستطيع أن يعالج العديد من الأمراض بصفة عامة، وأمراض اللثة والأسنان بصفة خاصة، وحتى الجلد؟ والله أنا حسب تجربتي، يعني هي تقريبا 20 سنة أو 25 سنة أنا أعالج البشرة وعالج اللثة. وإذا كان مثلا في باللثة أو بداخل الفم يعني التهابات يعني فبعالجها بالأدوية الطبية العشبية. نعم. الملتقى هذا من تنظيم اتحاد الجامعات الدولي ومؤسسة هوب سمايل، ماذا تقولين للجهات المنظمة ككلمة؟ أنا أشكر اتحاد الجامعات الدولي لتحت هاي الفرص وهي المؤتمرات، وأتمنى لهم التوفيق. نعم.